يتعافى معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خلال أسابيع قليلة فقط من الإصابة، لكن هنالك أعراض معينة أو مضاعفات محتملة قد تستمر لدى هؤلاء الأشخاص ويبقوا حاملين للمرض. خلينا نتحدث عن هذه الأعراض أكثر وكيف نقي أنفسنا منها حتى بعد الإصابة بفيروس كورونا مع ضيفنا اللي انضم لنا في الاستشارة الطبية دكتور فراس الطراونة، أخصائي الأمراض الباطنية. مرحبا دكتور فراس. أهلا وسهلا دكتور فراس. خلينا نتحدث عن الإصابة بكورونا، في مضاعفات، في أعراض معينة تستمر لدى الأشخاص وكثير ناس شكوا منها، شو هي هاي الأعراض اللي ممكن تستمر وتكون موجودة لدينا حتى بعد الإصابة بفيروس كورونا وتمتد معنا؟ نعم، حاليا في بداية الأمر شكرا لحضرتك على إثارة هذا الموضوع والذي هو يؤرق كثير من المستمعين حاليا. ففي بداية الأمر يجب علينا تغيير بعض المسميات، إذ بدأت تسمى الآن بمتلازمة ما بعد كورونا. إذن هي مجموعة من الأعراض التي تتلازم مجتمعة لتشكل هذه الحالة المرضية. في البداية لا تعتمد فيما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها الإنسان إصابة خفيفة أو متوسطة أو شديدة حتى تظهر هذه المتلازمة، فقد يكون الإنسان تعرض لإصابة خفيفة جدا تكاد لا تتجاوز الزكام أو الرشحة المعتادة، لكن ما ينتج عنها من أعراض أو تبعات فيما بعد تتطور إلى ما يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا، وهي في واقع الأمر طيف واسع جدا من الأعراض التي تبدأ بتقديم سريري مختلف من إنسان إلى آخر. دكتور، الآن متلازمة ما بعد كورونا مرتبطة بالإصابة الشديدة فقط لكورونا أم ممكن يكون إصابة الأشخاص خفيفة في كورونا ويصابوا بهذه الأعراض ما بعد التعافي؟ هي في الحقيقة ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بإصابة شديدة أو قد حتى تكون استوجبت دخول المريض إلى المستشفى أو إلى أقسام العناية الحثيثة، بالعكس ممكن أن تكون الإصابة خفيفة جدا لا تتجاوز كونها مجرد زكام عادي كما هو معتاد، لكن قد تتطور هذه المتلازمة ليشعر بها الإنسان إما بشكل متواصل بعد الإصابة بشكل مباشر أو أن يعود إلى حالته الطبيعية بداية، وبعد مرور 4 إلى 6 أسابيع تبدأ هذه المتلازمة بالظهور على الإنسان. تكون ملامح هذه المتلازمة دكتور؟ هذه المتلازمة تبدأ بشكل عام بطيف واسع جدا من الأعراض وتختلف من إنسان إلى آخر، تتطور بعد ذلك إلى آلام بالعضلات، آلام بالمفاصل، آلام بأسفل الظهر، قد يرافقها في بعض الحالات كما سمعنا من المرضى أنها قد تكون مصحوبة بشعور بالخدران والتنمل بالأطراف، فهذا هو التقديم العام الذي يبدأ به المريض. دكتور، نتحدث عن موضوع آخر اللي هو اللقاحات ودورها في تخفيف هذه الأعراض متلازمة ما بعد كورونا، والأهم من ذلك متى يمكن لمريض كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس بتلقي اللقاح؟ فبالتأكيد نؤكد على دور اللقاح للحلول دون الإصابة أولا بهذا الفيروس، ثانيا إذا حدثت هذه الإصابة وكان الإنسان قد تلقى هذا اللقاح قد تكون الإصابة أقل شدة وأقل صعوبة وقد لا تستوجب أصلا الإدخال إلى المستشفيات أو إلى أقسام العناية الحثيثة، لكن الآن بتنا نقدر ما لا يقل عن شهر بعد الإصابة واختفاء الأعراض كليا يمكن للمريض أن يبدأ بأنه يأخذ اللقاح بعد مرور شهر من الإصابة. في بعض المرضى بيقول لك أنا عندي أجسام مضادة بالتالي غير مضطر على تلقي اللقاح حاليا، خليني أستنى كم شهر، هاي الفكرة ممكن تكون صحيحة؟ يعني هي حقيقة ليست صحيحة، لأن الأجسام المضادة تعتمد على مدى استجابة جهاز المناعة ويختلف هذا من إنسان إلى آخر، فنجد بعض المرضى قد أخذ اللقاح وعند قياس الأجسام المضادة كانت 6 أو 10 أو 20، وبعض المرضى كانت قد تجاوزت 1000، فهذا ما نسميه good responder أو poor responder، يعني هل هو مستجيب جيد أو مستجيب ضعيف للقاحات بشكل عام، لكن مجرد وجود هذه الأجسام المضادة لا تعني حماية كافية وطويلة الأمد، ولكنها قد تكون لفترة قصيرة من الزمن وسرعان ما تزول بمجرد مرور من شهر إلى 3 شهور بعد الإصابة. بعد هذا الحديث دكتور يمكن اتضحت صورة قد نقول مقلقة بالنسبة للعواقب الصحية المحتملة لفيروس كورونا، لكن الحمد لله نقول بأن في ماراثون طبي وزاد الوعي لدى الناس، إجمالا قد تكون حتى الإصابة بهذه الأعراض طبيعية ويتكيف مع المريض إلى أن يشاء الله ويكتب له التعافي التام. كل الشكر لك دكتور فراس الطراونة، أخصائي الأمراض الباطنية، شرفتنا اليوم في الاستشارة الطبية. شكرا جزيلا.